الاهلي النهارده بعد يوم 16 اللي هو النهارده، الطاقه هتتغير بالنسبه له تماما 180 درجه عن الفتره اللي فاتت. هيكون في استابيليتي اكتر، هيكون في دعم اكتر، كانه حد عمل ريستارت لنفسه، قرر يغير المشهد بالكامل بالكامل من اوله لاخره. هنشوف اريحيه اكتر اكتر بكتير. الفتره اتغيرت اكتر بكتير من الوقت اللي فات. انا كنت مستنيه وبتكلم بقالي فتره في تغيير الطاقه ده اللي هيحصل بعد يوم 16. فالنهارده ان شاء الله ما نقلقش على الاهلي، هو هنلاقي منه كانه شاف غلطاته فين، مشاكله كانت في ايه، عاد حساباته من الاول ونزل واخد قرار انه هيغير كل ده. يمكن لسه في معاكسة من مارس، بس هنلاقي ان المعاكسة دي قلت النص غير لما كانت المعاكسة مضاعفة. فان شاء الله خير النهاردة، ما نقلقش خالص. وخلينا نتكلم عن المباراة وتوقيت المباراة النهاردة. المباراة برضو طالع في الاول ناري والقمر في مكان ناري، هيدعم الناريين والهوائيين، وبعدين الطاقة هتتغير في الشوط الثاني، هتكون دعمة بسلاسة للأهلي غير الوقت اللي فات خالص، لأن الوقت اللي فات كان صاحب الأهلي نفسه هابط، حاكم الأهلي هابط. دلوقتي لا، دلوقتي هو في بيته، فالطاقة هتتغير تماما. فلما يتغير الطاقة وتبقى في صالحه، هتبقى في صالحه 100%. والمفاجآت اللي هتحصل النهاردة في المباراة اعتقد ان هي هتكون برضو في صالح الاهلي غير الوقت اللي فات. طيب خليني اروح معاكم للتشكيل الفلكي واقول لكم مين هي اهم واقوى العناصر المفروض نعتمد عليها النهاردة في المباراة. هنبدأ بالشناوي وياسر ابراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وايمن اشرف وقفشة وعلي معلول واكرم توفيق وجونيور اجاييه ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر. ان شاء الله كل الدعم النهارده للاهلي، واشوفكم في حلقه جديده على خير.